أسعار ليك فهنا عالم بيض عم يسرقوا الدجاجات. شو؟ هذي الفوضى. ماذا حركة؟ ارفعوا ايديك هنا. شيل بارودتك لك اشلي، هدول بياطرة. بياطرة؟ وش بدهم بياطرة بجيجاتنا؟ بدهم يلقحوا لكم جيجاتكم مشان هذا ضد انفلونزا الطيور. شو؟ انفلونزا الطيور. جودة يا جودة. لك اي شبك يعلو لقلبك شو بتحب الشعير. تعال اسمعوا، حسان اجى لعنا قال شو؟ قال بده يلقحوا دجاجاتنا ضربزة الطيور ضدها. ولك على واي لقحوك؟ شو جنيت؟ لك لا مزن حتى سألوا لحسان. اي مزبوط. هلا ونحن بدهم يلقحونا شي؟ لا تخافوا، انتوا ما راح يلقحوكم، بس دجاجاتكم. شو القصة؟ شو صارت الديوك عند الحكومة أهم من الزلم يعني؟ خلاص ولا جودة ولا عشلة ولاها. وحياة أختي إذا بتجيب سيرة الحكومة لعصر لك لسانك وزدته للكلي. آي ما تنفرش، سبك حكينا كلمة، حقك علينا أوستين. اسمعوا لاتوية، الساعة 3 اجتماع لكل أهل الضيعة قدام المخفر، كلياتكم تروحوا. ها ولا شو هالاجتماع؟ هذا الدكتور بدي يلقي عليكم محاضرة ضد انفلونزا الطيور. منيح المقنبلة. شبك له عبد الطيب جاو. عم تنكت مها. يا حسان خف اجرك شوية قبل ما يجي الدكتور. يلا ابو نادر يلا. احلى بيض لاحلى ابو نادر سيدي. هلا اذا اجى الدكتور ما بنقدر ناكل ولا لمعنا بعد ما يروح. شيلها على الارض شيلها. يرجع اخذني بعد شي ساعة ونص ساعتين. قول الله. مرحبا. شو وين العالم؟ هلا بيجوا. تعال كل لك الامه معنا لبين ما يجوا. اعطيتك 50. لك شو كل لك الامه يا ابو نادر؟ نحن موعدنا الساعه 3، ما في حدا باين. الف فولو دكتور بقى، شو مفكرنا نحن بانجليزيا يعني؟ هون العالم بتقول له 3 بيجوا 4:30 وعلى كثير على 5. كول هيك البيضات بلديات ما فقسها. كول شري. ليش هيك نايمين؟ منظرهم مدري كيف. والله هذا ابو نادر سيدي بيحبوا للبيض عيون. ما هو هون الغلط يا ابو نادر. نحن جايين نوعي العالم على هالقصة هي. كل شيء له علاقة بالدجاج لازم ينطبخ بدرجات حرارة عالية كتير. ليش؟ لحتى يقضي على الانفلونزا اللي فيه. طيب دكتور، وكيف الواحد بده يعرف بأنه انعدى؟ سؤال وجيه. هو من جنب الواحد بصير بيعطس، ومن جنب تاني بصير بيسعل، ومن جنب ثالث يعني هذا آخر يعني شو اسمه بصير معه. فهو لما بيعطس وبيسعل وشو اسمه بصير كل جسمه، كيف بدي اقول لك، بصير بيجعه جسمه كتير، فيعني خواصره بينحلوا. لك ايه حاجتك بقى ولك دكتور؟ تعمل لي من حبه قبه، كل سنه منقرب ومنعطس من بهذا الشو اسمه اللي عم تقول عنه وما بصير شيء، وين المشكله يعني؟ ليك شو عم بيحكي؟ بعرف انه القريب يعني الواحد بيسعل فيه وبيعطس فيه وشو اسمه، بس القريب العادي يومين ثلاثه بتروح القصه، بهذا القريب تبع الانفلونزا 99% بيفطس البني آدم. حسان مرة تانية، إذا بتقلي البيض عيون والله عيونك لقلعون، ولا بتضل حاطن على النار عم تقليون لحتى يتشلط وتطلع ريحتن محروقين. هيك أنا بحب البيض. تسجل علينا دين احسن ما تسجل سرقه. يا الله جي بلدي بياضه عدد واضح.
والله بلا ما سجل بيوضة أحسن. جيجي بلدي عدد واحد. جويك ليبا هاي جايك سأكون مرض بخينا هجاجة لشوف. يلا رجعت حليم العادة القديمة، من زمان ما سرقت من جيجات بديعة. ما شاء ما سرقت من جيجات بديعة. ما سرقت ولا ما سرقت العمل في عيون عيونك ولا ما سرقت ولك كله برسم الإعارة مسجل مقيد على الدفتر وبتقولي ما سرقت. الله يعدمني ياكي إلهي بليلة ما فيها ضوء قمر. بعدين كانت انفلونزا الطيور شغالة، هلأ لك حوهم كلهم فوتي نبري ولا فوتي. كيف ما حس عليك؟ اجت الجيجة لعندي وقالت لي خدني خدني جودة جودة خدني فوتي. أوه علينا لسه بيقلي زوفة وليمون. لك يا ابو نادر هاي الانفلونزا غير انفلونزا الطيور اخي. طيب دكتور هادي حبه الالتهام تبعت ال500 هادي الحمراء والسوداء ما عرفتها ما بتساعد هادي اخي لا حبوب ولا غيره غير الحجر الصحي ما بيمشي حاله. وين العالم يا ابو نادر وين العالم؟ والله مو معقول هيك كمان انا تارك المستوصف وجاي لهون مشان نشرح له للعالم. ما معقول يعني انا لولا هيك فلا بترك المستوصف. طول بالك يا دكتور والله ليش بصمتك محروقه ما بعرف رح تاكلني بلا بلا. خلصنا انا بشرح له شو هي كيمياء. لك شلون بدك تشرح لنا يا ابو نادر شغله ما بتفهم فيها؟ شلون بدك تشرح لهم؟ بركي حدا سالك شي سؤال شو بدك تجاوبه؟ طيب خلصنا خلصنا حسان بتروح بتدور على بيوت الضيعه كلهم وبتسلي اياهم لهم مثل الغنم. سيدي بلكي حدا قاور. اي مو فلقه خلصني خليه ينبسط الدكتور بس. يا رب حدا يقاور يا الهي. هلا دكتور يعني نحن اذا جبنا شويه زعتر اخضر زعتر خليلي بري مع حبتين ثلاثه كبش قرنفل وغليناهم وصرنا نتنشأ منه ونشرب لشو؟ مشان هذا الانفلونزا الطيور. ما خلصت بدنا لي انفلو اخي انا طالع استنى العالم برا. والله هو اريح لك بكم. جودي يا سعد. نعم شو حبيباتي ما عزمناكم اليوم تشرفونا على المخفى؟ دايما ان شاء الله بالافراح شو اجباري هي؟ لا لا ما اجباري ابدا بالصرمايه. ودخلك حسام بنروح لحالنا ولا نحن معزومين كل واحد مع عقيلته؟ مع عقيلته؟ هاي شرفونا كل واحد منكم هو وعقيلته تضربوا في هالماركة التوية. كل عم والله مطعم هالشيء نجي نشوف. لك يمكن من هالشاي على الابر اللي عطوني اياه. علي الحلول جبت اياه لو شايلنا شي تنتين ثلاثه للاكل قبل ما يغدرونا بهالتنعيم. ذاكم شيء؟ اه يحكي. ولا صالح لا قاعد عم تلسع هون هيك ليش ما زلتوا على المخفى؟ خير خير شوف انا بالمخفى حتى اروح انا وزهرة يعني. ايه ما قالوا لكم في اجتماع ولا؟ قوم يلا تحرك. طيب هلا منروح تسهل انت ومغيز يسهل امرك ان شاء الله لا مرة تسهل. يلا ولا تحرك شو بدي اركض وراكم واحد واحد تو. طيب طيب خلاص هلا بروح معك وخلي زهرة بالدكانة لحالها. لا ما بتخلي زهرة بالدكانة النسوان قبل الرجال. قومي يا مرا قومي امرنا لله. بك روحي الهي وفقك ويخلي لنا اياكي. مين هاي؟ الحكومه. ليش في غير عم بيقول لك؟